الموضوع كله سوء تفاهم. دلال بتمر بظروف يعني مش احلى حاجة، خليتها عصبية اليوم ده. لا 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 لا، عصبية دي كلمة بسيطة جدا، دي كانت همجية وقلت الأدب. عصبية دي استهانة باللي هي عملته فيه. حضرتك مربية فاضلة بتعلم الأولاد التسامح، ورد السيئة بالحسنة من شيم الكرام. ده حقيقي، بس احنا برضو بنعلم الأولاد هنا أهمية وقيمة الاعتذار. وبنت حضرتك غلطت قدام كل أولياء الأمور، فلازم تيجي تعتذر لي قدامهم. تيجي تعتذر لك من حقك. تمام، يبقى حضرتك ممكن تسيب الفايل ده، ولما بنتك تيجي تعتذر لي وانا اقبل الاعتذار يبقى ساعتها رجع سيف المدرسه. لكن الكائن اللي ما ترباش الهمج اللي اسمها دلال دي مش هتخش المدرسه هنا تاني، ولو جت انا هطلب لها الامن واطردها بره. هي مين دي اللي ما تربتش؟ مين دي اللي تجيب لها الامن؟ بقى انا مكبر دماغي وباخدك على قد عقلك. انت مديره مدرسه مسؤوله عن تربيه اولاد. ده انت كلك امراض نفسيه. روح اتعالج يا شيخ. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا رايي ان احنا نكلم رضاء، هي حبات الدنيا بس مفيش حل تاني. لا 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 يا بابي، انت ما ينفعش تقول لرجاء خالص. رجاء عمرها ما هتاخد الموضوع بالبساطه دي، ده غير ان هي لو عرفت عمرها ما هتسامحني. عارف يا بابي، انت لو قلت الرجاء مش بعيد تسيب كل حاجة وتيجي، وساعتها هنبقى دمرنا مستقبلها، لانها هتحس ان انا وانت غير امن على سيف. ده غير بقى لو هيثم عرف هيحسوا ده تبقى. بص، انا فكرت من كل الزوايا، لقيت ان الحل ده غير مناسب. يا سلام. طب هنعمل ايه بقى؟ هنسيب الوقت كده اهو من غير مدرسة؟ لا طبعا، انا بقالي فترة طويلة بفكر في حتة دين حل، بس اصبر عليا شوية. يا سلام، طب ما تقول يا فلح. مش ممكن على برج العقرب، عيبكوا عدم الصبر. أول بس ما الفكرة كده تخلص هاجي أقولها لك. ماشي، شفت العقرب عنده صبر إزاي؟ أه شايف. ماشي. خليتك يا دلال وبتعيشتك، هتعملي إيه دلوقتي؟ مش كنت زين، أنا هفكر في إيه ولا في إيه؟ مش قادرة خلاص. يا تنسي شوفي لما بتفكري، شوفي تعبي نفسك بس. مساء الخير يا جماعه، انا ولية امر الطفل سيف هايز، وكنت عملت الجروب ده مخصوص علشان كنت عايزه اتكلم معاكم في موضوع مهم قوي. اكيد كلنا ملاحظين ان في الفتره الاخيره المدارس الانترناشنال بقى كل همها انها تلم مننا فلوس وخلاص، بقت بتتعامل معانا على اننا زباين وهم تجار. مش مدرسه كده عايزه تعلم قيم ومبادئ. كم حد فيكم لاحظ ان سلوك ابنه اتغير بسبب المدرسه؟ كام ولي امر ابنه كان عنده مشكله ولا كان عنده نقطه ضعف في حاجه والمدرسه عرفت تحلها؟ طبعا مفيش. عارفين ليه؟ لان المدرسين بقت بتتعامل مع المدرسه على ان هي شغلانه، بقت الحصص عبء عليهم عايزين يخلصوا منها بسرعه. وبالرغم من كده كل سنه المدرسه بتغلي المصاريف واحنا ساكتين وموافقين على الكلام ده. طب يا جماعة، بدل ما نقف قدام المدرسة ونتخانق، ليه ما نفكرش كويس؟ احنا بندفع مصاريف في السنة 80,000 جنيه، والمدرسة تقريبا فيها بتاع 250 طالب وطالبة. انتوا فاهمين ده معناه كام؟ يعني حوالي 20 مليون جنيه. يعني لو احنا حوشنا مصاريف سنة واحدة ممكن نفتح مدرسة، وساعتها نعمل فيها السيستم المظبوط اللي احنا عايزينه ونربي ولادنا صح. ها، مشاركني رأي.
انت ما تعرفيش انت كلامك امبارح بسطني ازاي. انا فعلا بقالي فتره طويله نفسي اسحب ملف فريده من المدرسه الحراميه دول، بس ما كنتش عارفه بقى هعمل ايه بعد كده. فانت كده تعتبري ضربتي عصفورين بحجر واحد، هلاقي مدرسه جديده لفريده وهنعمل مشروع جديد نكسب من وراه فلوس كتير قوي. هو مبدئيا كده انا لما هعمل مدرسه هعمل مدرسه مش عشان نكسب فلوس كتير قوي، هيبقى هدفي الاساسي ان انا اعلم الولاد الاخلاق والاحترام والادب. صح. بس هو بقى للاسف يعني انا قبل ما اجيلك رحت كده عشان اسال ايه الاجراءات وايه التكاليف اللي انا محتاجاها علشان افتح مدرسه يعني جديده، لقيت ان الموضوع صعب جدا جدا جدا، ده غير ان التصريح هيبقى مستحيل ان انا اطلعه قبل العام الدراسي، ده غير ان الترخيص هياخد وقت طويل جدا، ممكن ياخد سنين، انت فاهمه؟ فانا يعني للاسف كنت فاكره ان الموضوع بسيط، بس هو طلع صعب جدا. وانا اتشرفت بمعرفتك يا استاذه فيروز تقريبا. مش بس دلال، انا عندي ترخيص مدرسه